ألف مبروك يا أستاذ مجدي، كسبت مع فوادير الريان الرمضانية جايزة 1000 جنيه. ألف مبروك. لو سمحت. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف الله يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا أنا فاطر. مريض حضرتك ألف سلامة. أنا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان. أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض، سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه، علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجن في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء. لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل. صايع أول حاج أحمد ده. أنت عارف أقول كده ليه؟ عشان الإخوة والمشايخ ما غضبوش عليه. أنا اللي فارسني الألف جنيه اللي بقى 2000 دول، زي ما يكونوا بيلاقوا الفلوس في الشارع. ما هي دي فلوس المودعين اللي مش تعبانين فيها، جات لهم وفي حجرهم وبيعزقوا براحتهم. أنا مش فاهمة الحكومة سايباهم كده ليه؟ علشان هم شارين الحكومة وشارين الصحافة وشارين أولي الأمر. أنت عارفة أنا قدمت أكتر من 10 موضوعات عنهم. إن حد ينشل سطر واحد أبداً، أنسي. ويا ريت حد يقول لي ما تكتبش تحقيقات، ما تعملش حاجة، أبداً، كله بيتركن في الإدراج. أنت عارف ممكن تاخد التحقيقات دي وتوديها فين؟ فين؟ أنت تطلع بيها للأستاذ عادل من غير أي وسيط، صدقني لو قراها عجبته لا ينشرها على طول. ده ما بيعملش حساب لحاجة غير للمهنة وبس. انت على كده بقى عايزانا اتعدى على الأستاذ زكي؟ طز في الأستاذ زكي. خد ادي آخرة الفوازير وفشخرة الكدبة بتاعتك. يا حاج الفوازير مش فشخرة والله، ولا عملناها عشان الفشخرة، لا إله إلا الله. طب انت عارف الفوازير دي دخلت لنا كم مودع في رمضان؟ قد ايه تقريبا يا حبش؟ 32000 مودع، يعني اجمالي ودايع عدى 200 مليون جنيه. لا بس الكلام اللي منشور ده يخوف. هما ابتدوا بقى يتكلموا من الفوازير والبعزقة، وبعد كده دخلك في العقود اللي احنا مضيينها مع المودعين، بيقول لك مش قانونية. احنا فتحنا على نفسنا باب من ابواب جهنم، ويا عالم هنقفله ازاي؟ مين يسري فرج ده؟ الدكتور بيسألنا مين يسري فرج؟ ولدي. ساعتها بقى يبقى عليه العوض ومنه العوض. يا استاذ تعلب، اللي بيني وبين فتحي مش طلاق ولوازم وبس، ده في شراكه وفي حاجات كتير قوي لازم تتفض. وهي الحاجات دي ما تتفضش بعيد عن المحاكم. هرد عليك الرد اللي سي فتحي نفسه معلمهوني، ما تدخلش زيت في عبيد، وكل حاجه اتعملت عشان حاجه، واظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فض الخلافات. ده في حاله ان كل الابواب اللي بينك وبين الخصم مقفوله بالضبط. والمفتاح وحياتك. ما تنسيش هانم ان المحاكم حبالها طويل. وانا حبالي اطول، وانا لسه صغيره وفي عز شبابي. الدور والباقي على اللي يعني ما عندوش حاجه واحده بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا ودماغه من كتر البرشام اتلحست. ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي، بس انا مش شايف غير حل واحد بس. على فكره الحل ده مش لمصلحه فتحي وبس، لا لمصلحتك انت كمان. والله لو هتقول حاجه فيها مصلحه ليا قولها. المواجهه. انا وفتحي ما يلزمنيش. وما يلزمكيش ليه؟ انا عارف ان انت ست شاطره وبتعملي حساب لكل خطوه تخطيها. انا لما قررت افكر بدماغك انت ما لقيتش غير الحل ده، المواجهه. انا افكر كده؟ ما تفكريش كده ليه؟ وانا مش محامي الخصم، لكن بفكر في مكاسبك انت. مش فاهمه. تقدري تقولي لي ايه المكاسب اللي هتقعد عليه من الحل الودي؟ ما يتفضحش في المحاكم، حساباته تتكشف والجرايد تكمل عليه. كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي مش فارق معاه غير حاجه واحده بس، انت يا بدريه. صدقيني هو ده اللي انا حسيته. الاحساس مش هيغير اي حاجه، وبرضه هعمل اللي في دماغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لنا كده يا استاذ وحيد. ايه ده يا بدريه هانم، خلينا نتفاهم. طب رد السلام بتاع ربنا. ايوه، حطيت دماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفه، واتفقتوا انتوا الاثنين عليا. انا ماشيه. استني يا بدريه، انا عايزك. الو. ايوه مين؟ الحاج احمد الريان. ايوه يا فندم موجود، ثانيه واحده. ايوه حاج احمد، ازاي حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا بعمل شغل يا حاج احمد، والله انا ما بروحش المكتب حد. لو حضرتك عايز تشرفني في المكتب اهلا بيك، من حقك تكتب رد يا حاج احمد.
ومن حقك كمان تبعته لرئيس التحرير. انت عارفة ان انا لا بيهمني لا بوليس ولا محاكم. ياه ده انت جامد قوي بقى على كده. طول عمري بدرية الا معاك. يا عيني معلش انا بقى ست غلبانة ومسكينة ومكسورة الجناح ومش هقدر عليك لوحدي، فقلت روح المحاكم عشان يبقوا سندي وظهري. فضيحة مش هتطلني لوحدي، هتطل عيالك كمان. ما هم عيالك زي ما هم عيالي. يعني بدل ما يورثونا انا وانتي ويورثوا سيرة حلوة، يورثوا فضايح وسيرة زي الزفت. والنبي يا اخويا روح اضحك بالكلام ده على واحدة غيري. يعني هو ده اللي مضايقك؟ واحدة تانية مش ضايقك انك ما حفظتيش عليا ولا صنتنيش؟ بلا صمت بلا حفظت. انت ظاهر مخك اضيق ونسيت من هي بدرية. انا يا حبيبي ما فيش ست في مصر تهز شعرة من شعر راسي، وبما ان الكلام دخل في الخيابة يبقى قلته احسن. استنى يا بدرية، انا ما خلصتش كلامي عادي. وهو كلامك ده يا عينيا طالب معاه صوت عالي؟ بدرية يا نعم. عاوز ايه؟ قمرين. انا مش عاوز حاجة يا حبيبي، مش انا اللي جبت المحامي وخليته يلف ويدور عليا، ومش انا اللي طالبة القعدة دي. يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزة. انا عايز نرجع لبعض. قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايزني اقول ايه؟ اللي انت عايزاه بدري. اطلبي اي حاجة حتى لو عينيا. اللي انت بتقوله ده يا فتحي بعيد عن دقنك. بدري انا بحبك. طب ما انا عارفة. تقومي تعملي فيها كده؟ وهو انا لسه عملت حاجة؟ اعمل اللي انت عايزاه. اطلبي اي حاجة يا بدرية ولا تحت امرك. انا مش عاوزة منك حاجة يا فتحي غير حقي، وحقي ده مالكش مكان فيه. مش طايقاك. مش عاوزاك. بس انا عايز. وانا مش عاوزاك يا اخي. الله اقولها لك بالصوت الحياني. وبعدين في ايه؟ مش يمكن اكون على ذمة واحد تاني؟ لا انا عارف ان انت مش على ذمة حد تاني. يا اخي سيبني في حالي بقى. انت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش؟ يا الله يا بدر. والله ما ايه ده يا فتحي؟ بقول لك ايه ده يا فتحي؟ خليك في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. مين انت ودخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت ما تقول لها يا فتحة انا بقى مين. بالظبط بدري مراتك هم عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طيب بالتلاتة. انت طيب بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ترمي مين بره؟ انت بره. ايه فتحي؟ بره. انت جنيت يا فتحي ولا ايه؟ بره. ايه جنيت؟ انت مش شايف ايه؟ بره. يا مجنونه. نورت بيتك يا بداره. انا مش فاهمه، يعني انت مسافر بعد بكره واخد شنطتك من دلوقتي ليه؟ علشان ان شاء الله طلع على اسكندريه الاول، عندي شويه شغل وبعد كده اطلع على المطار على اليونان. ما فيهاش حاجه يعني. طب ما تيجي هنا وتطلع على المطار من هنا، هي الساعه دي اللي هتفرق معاك يعني؟ والله حبيبتي هتفرق ان شاء الله، انا مش ضامن ظروفي. والله يا ابني انا شايف ان سفريه اليونان دي ملهاش اي لازمه خالص دلوقتي. ما ينفعش تبقى انت وفتح اخوك مش موجودين في نفس الوقت. يابا انا لازم حتما ولابد اسافر علشان ادور على ابني ضنايا، عايز اشوفه يابا. الدور والباعة الكبير اللي راح يعمل لي شهر عسل من اول وجديد مع ست بدرية. يابا اللي لازم ما يسافرش فعلا هو فتحي مش انا. انا كام مرة اجلت السفرية؟ لا قسما بالله ما هعرف اجلها تاني لو طبقت السماء على الارض. يا باي على تحكيم الرأي، خلاص انتوا احرار اعملوا اللي انتوا عايزين. انا من هنا ورايح مش هتدخل بينكم في اي حاجه تاني. لا يا حاج انت لازم تتدخل عشان احمد شايل من اخوه الحاج فتحي، وانا بقولها لك قدامه اهو عشان هو عمره ما هيقول. بقول لك ايه، انا لا شايل ولا حاطط. الله يبارك لك. انا خلاص يا ابو فتحي ده ماليش دعوه بيه. ايه ايه مالكش دعوه بيه؟ يعني ايه جرى ايه يا احمد؟ ده اخوك
وانتوا في الاخر لبعض. لا هو في الاخر لبدريه صدقني والله، يعني ما بقولش كلام من عندي، دي مجرجره وسحباه وراها ولا قدامها في كل حته، ده هيجيبنا كلنا الارض والله، لا هيركبها فوقنا وهتشوف. خلاص خلاص خلاص، اهدى بس كده يا دكتور، انا منبه عليه ومتفق معاه وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. انت رايح اسكندريه على طول دلوقتي؟ لا يابا، انا ان شاء الله هتكل دلوقتي على طول على المكتب وبعد كده هسافر، عندي شويه شغل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب وناوي تقعد قد ايه في اليونان بقى ان شاء الله؟ ربنا يسهل. مش عارف يا سميح، ادعي لي بس ربنا يعطرني فيهم. بس اوعى ترجع لي بيها في ايدك يا احمد، انت ترجع ببنتك ولا ابنك وانا احطهم لك في عينيا، انما لو رجعت بيها والله ما هسكت يا احمد، وهتبقى مشكله كبيره ومش هيحصل. طيب يوه ما تقطعيش بس يا سميحه، ملوش لازمه الكلام الفاضي ده، ادعي له ان ربنا يجيبه بالسلامه. بدعي له والله بدعي له يا حاج، بس انا حاسه انه متغير اليومين دول ومش عاجبني، وعلى طول مسافر. على طول مسافر؟ مسافر بعمل ايه يعني؟ ما انا بشتغل يا سميحه ولا انا بلعب؟ الله اعلم بتشتغل ولا بتلعب. ايوه هلولة، لا انا ساعه ساعتين بس اخلص حاجات في المكتب كده واكون عندك على طول. لا انت اجازه بقى، عايزين نتفسح ونهيص، ساعبك كتير وابقى ملك ايديك اما اجي اقول لك ايه. قولي طيب في ايه؟ في ايه؟ خلصت التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته في ايه؟ مالك؟ مجله ميدل ايست ماني كاتبه صفحه كامله بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربه في الذهب، والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في الجورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ ما احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده باي ثمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجاي من فوق قوي كمان، الصفحه اتوزعت في كل مكان مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانتوا ما صدقتونيش. كده كل المودعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاجه فتحي فين؟ كلمته كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف ويرجع حالا. بص يا حبش، لم لي كل السيوله اللي ممكن تلمها، ومفيش قرش يطلع لمودع الا باذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. ده عمري انا اسيل عليك. تعالوا في وسطنا تعالوا يا قمر يا قمر استنى بس. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعملهم كل وجه. سلام عليكم. ايش حالكم؟ بلعب الشكر، كنتوا عملتوا فينا ايه؟ ولا الزريبه اللي ماليه قلبكم 100 مليون دولار مره واحده. يا ستاتي الزموا حضنكم، وكل اللي ليه حق هياخده، مش عايزين كلمة زيادة. أنا بعت شبكة بنتي وحطيت فلوسها عندكم عشان أجهزها، وخطيبها فسخ الخطوبة، مش عارفة أعمل إيه، أديت الشبكة. اسمعي، فلوسك هتوصلك، وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله، إحنا لا نصابين ولا حرامين. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي، وان شاء الله هينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا مفيش حد هياخد مليم واحد، واللي عايز ياخد ملوش غير ارباح بس وفي ميعاد. ما حدش له درع. ما ينفعش يا حاج فتحي، ما ينفعش، لازم نرجع للناس فلوسها والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله، احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص اللي عايز فلوسه نديها له، بس نقسطها. ايوه نقسطها على اربع دفعات او حتى خمسه،
ونخصم منها كل الأرباع كمان، وهو ده العدل. ده العدل ازاي يابا؟ لا مش عدل خالص، احنا كده بنضحك على الناس، احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها. على فكرة اللي بره دول شوية قليلين قوي من نسبة المودعين، لو رجعنا لهم الفلوس بالأرباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني، أو اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر إن احنا عايزين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا إن فلوسهم في السوق شغال، وعشان ترجع محتاجة وقت كتير. ماشي يبقى نديهم معانا. بص بقى الناس اللي بره دي عايزه عقد نفع يا حاج فتحي، والا هيكسروا علينا الشركه. احمد برضه عنده حق يا حاج فتحي، ما الناس دي دافعه الفلوس من عرقها وشقاها، ده دم قلبهم، واحنا مش حمل دعوه مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم معاد بعد شهرين. كتير قوي شهرين. خلاص يبقى اسبوعين كفايه قوي. وبلاش يابا موضوع نخصم الارباح اللي خدوها قبل كده دي، بقيت المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش احنا عود بتاعتنا ما تخرش الميه، عندنا بند ان احنا ممكن ما نرجع لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي، الموضوع ثقه بيننا وبين الناس. الثقه هي اللي خليتهم يدونا الفلوس، والثقة هي اللي هتخليهم ياخدوا برضو الفلوس. الثقة عايزين نحافظ عليها. ابوس ايدك، مش ممكن احنا نفضل نكسب ونخسر الناس او نرجع لهم فلوس ناقصة يابا. انا هطلع اكلم الناس وهديهم وهاجي. لا 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 استنى انت حاج فتحي، خلي احمد اخوك اطلع انت يا احمد. ولا ما اطلعش ليه؟ انا رئيس مجلس ادارة المجموعة. امال على راسنا من فوق يا حاج فتحي، بس اصلا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع انت يا احمد. لا بشرط واحد. اشرط يا حاج فتحي. الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله. اوعى يكون جايين ساكتين بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي يا إخواني أهلا بيكم في شركتنا، شركتكم، المكان اللي ائتمنتموني فيه على فلوسكم، والحمد لله رب العالمين باستثمارها والشغل فيها والعمل عليها كبر الصرح وكبرنا كلنا معاه. دلوقتي يا إخواني أنا في الحقيقة بيني وبينكم عقود. العقود دي لو قريتوها بتفحص ومن غير انفعال وانتباه لوسائل الإعلام، لو قريت العقود دي هتلاقوا فيها بنود بتقول طول ما أنا بكسب حضراتكم بتكسبوا، لو أنا بخسر حضراتكم بتخسروا. يا جماعة لو سمحتولي. لا ده مش بس كده بقى، ده في بند كمان بيقول إن أنا ممكن يا أرد الفلوس يا ما أردش الفلوس أصلا، بس أنا ماليش لا دعوة بالعقود في الحقيقة. أنا راجل بتقي الله سبحانه وتعالى في كل مودع من المودعين اللي عندي، وفي كل قرش بيدخل الشركة. علشان كده إن شاء الله بأمر الله تعالى الناس اللي عايزة تاخد فلوسها مش بس هتاخد فلوسها، لا وهتاخد أرباحها كمان. والناس اللي هيقدرها ربنا على الصبر، ما ربنا لما بيبتلينا يا جماعة بيعمل فينا قيم، فابتلانا هنا ليعمل فينا قيمة الصبر، فمن سيصبر ان شاء الله يكون جزاؤه بامر الله ان احنا هنزود الارباح 2% للي هيقرر يقعد. ايوه ان شاء الله، وده قرار. طب اللي هيقرر يمشي حقه يتفضل بفلوسه بارباحه، ولكن قسما بالله ولن اعيد هذا القسم مره اخرى، إذا ساء علي طوب الأرض
لا هو هيدخل الشركة مرة تانية ولا فلوسه هتدخل من هذا الباب. هذا الباب الذي كبرت ونضجت فيه أموالكم، باب الريان، باب الجنة. مد الزمار مسابقه بتلعب يا سبحان الله، الناس واقفة مش عارفة تعمل ايه ولا ايه. والله عمالين يضربوا اخماس في اسداس، ما احنا شفنا كل حاجة من شاشة المراقبة بتاعت الشركة. احمد انا بتهالي نص الناس اللي برا دي هتسجل اساميها في القايمة البيضر. المهم الجرايد اللي شتمتنا وفضحتنا هي تكتب عننا ان الضربة ما موتناش قوتنا. ايوه يا حاج، بس اللي ضربنا الضربة دي هيضرب تاني وتالت ورابع، مش هيسيبنا في حنة. ما احنا في دار الشقة يا ابني، يعني مكتوب علينا نفضل نعافر كده لحد ما نموت. بس ما يدفناش بالحياة احد. ليس ربك بظلام للعبيد يا حاج فتحي، ولو لينا نصيب في حاجة يا ابني هناخدها، يعني هناخدها. المهم بس نعرف مين اللي بينخرب ورانا وعايز يعمل العمل السودة دي فين وليه كده. يبقى لازم زيارة نجيب بيه المحافظ. لا نجيب بقى كارت محروق خلاص. احنا نروح لعوني بيه خليل على طول. عوني خليل رئيس مجلس الشعب؟ ايوه هو اللي عنده الخبر الاكيد. احنا كمان لازم نطلب مقابلة احمد بيه الجندي رئيس مجلس الوزراء. تعرف يا ريان، انت لو ما كنتش جيت كنت انا بنفسي طلبتك عشان تيجي تقعد معايا. ده شرف كبير يا فندم، بس برضو دي حاجة تخض في الحقيقة. لما سعادة رئيس مجلس الشعب يطلبنا عشان يقعد معانا، يا ترى ليه؟ أنا عايز أعمل معك اتفاقنا. شرف كبير لينا يا فندم، بس بعد إذن حضرتك كان نفسي أعرف مين اللي بيعمل معانا كده. مش مهم تعرف مين اللي عمل كده، الأهم تعرف عمل كده ليه. أنا طبعا مش محتاج أقولك إن الكلام ده أنا ما قلتوش يا فندم، وأنا ما سمعتوش. الموضوع ببساطة إن الحكومة كانت عايزة تاخد قرض من صندوق النقد الدولي، وإحنا متعودين دايما إن إحنا ناخد منهم قروض وبنسدد حسب ما اتفق، لكن المرة دي بالذات الصندوق رفض، وده طبعا عمل مشكلة كبيرة. طيب واحنا داخلين ايه في الحكاية دي يا فندم؟ الصندوق بيقول ان انتوا بتدوا الناس ارباح 20 و25 وساعات 30%، وده طبعا هيخلي كل الناس تحط كل مدخراتها عندكم ومش هيتعاملوا مع بنوك الحكومة، وده طبعا هيخلي كمان الحكومة ما تقدرش تسدد القرض، وده طبعا خلى الحكومة تيجي علينا وعايزة تخلص مننا عشان ترضي صندوق النقد. لا الحكومة ما غلطتش، انتوا خسرتوا فعلا 100 مليون دولار، وكل اللي عملته الحكومة انها كشفت للناس الحقيقة. يا فندم بدل ما تعوز تخلص مننا طب ما تعمل زينا. الحكومة ما تقدرش تتاجر في العملة ولا تقدر تخاطر وتضارب في البورصة، وكمان ما تقدرش تدي الناس الأرباح اللي الناس بياخدوها منكم، عشان كده الحكومة ما تقدرش تعمل زيكم. يا سعادة الباشا احنا خلاص ما بنتاجرش في العملة، انتوا قفلتوا لنا بالضبة والمفتاح الحمد لله، وسعر الصرف ياما قلنا لكم حرروه علشان الناس تجي لكم انتوا بالعمله ما تروحش للتجار، بس نعمل ايه مفيش فايده. يا ريان بلاش تقول لي انكم بطلتوا التجروا في العمله. اقول لك بلاش نتكلم في اللي فات وتعالى نتكلم في اللي جاي. يا ريت يا سعاده الباشا، بس الحكومه لو حطتنا في دماغها خلاص مفيش جاي. لا هيبقى في جاي، عشان كده أنا طلبتك وعايز أتكلم معاك. وأنا تحت أمرك يا معالي الباشا. شوف هي الحكومة كانت عايزة قرض 2 مليار دولار والصندوق رفض بسببكم،
عشان كده احنا قلنا نشتريهم منكم. معليك، واحنا ما عندناش اي مانع، بس نستأذنك في شهرين ما فيش غيرهم بس، ونبقى جاهزين بالمبلغ. ماشي، بس بقى احنا هنشتري بسعر البنك مش بالسعر اللي انتوا بتبيعوا بيه. الله، ودي تيجي برضو سعادتك، اسمح لي يعني. هو حضرتك لما بتحب تغير عملة بتروح تغيرها من البنك؟ لا. طب تيجي ازاي بقى سعادتك؟ انت عايزني ابيع بسعر البنك؟ ما ينفعش يا فندم، والله ده احنا نقفلها احسن. ده احنا بقى سعادتك نعيش بالاتنين مليار دول ملوك. خلاص يا ريان، يبقى تقفلها احسن. لا يا سعادة الباشا، لا اله الا الله. طب والناس يا بيه اللي عايشة في النغمغة دي هنعمل معاها ايه؟ ده في شغل وفي رواج، لا اله الا الله يا سعادة الباشا. لا لا لا، الرواج والنغنغة اللي انت بتتكلم عنهم دول موجودين عندكم انتم وبس، انما الحكومة مديونة. شوف يا ريان، انا عايزك تفكر كويس في الكلام اللي انا قلته لك ده، وانتوا كده تبقوا بتشتروا نفسكم وبتشتروا مستقبل الشركات بتاعتكم. فكر كويس يا ريان ورد علي على مهلك. طب يا سعادة الباشا، انا عندي عرض وعايز برضو حضرتك تفكر فيه شوية، وساعتها تستفيدوا وتفيدوا، ويا دار ما دخلك شر. لا يا دكتور، اهي دي بقى انا مش فاهمها. انا هفهمك يابا. انا قلت له هنديهم 2 مليار دولار يقعدوا عندهم 5 سنين، وناخد منهم 2 مليار جنيه يقعدوا عندنا 5 سنين، وبعد ال5 سنين ما عدوا ناخد احنا دولاراتنا ياخدوا جنيهاتهم من غير لا فايده لا ليهم ولا لينا. يسلم. طب واحنا استفدنا ايه ان شاء الله؟ استفدنا كتير قوي يابا. نمره واحد كسرنا سم الحكومه وبعدناها عننا خالص بقى وتشيلنا من دماغها. نمره 2، سعر الجنيه هينزل، سعر الدولار هيرتفع، احنا كده بقى كسبنا مرتين، لما الجنيه نزل ولما الدولار ارتفع، زائد مكسبنا الاصل كمان، واتقينا شر الحكومه. ده غير ان الحكومه لو راعت ضميرها واشتغلت بضمير شويه هتكسب، كده يبقى كلنا كسبنا. يعني يابا ال2 مليار اللي احنا هناخدهم منه، قول هنشتري بمليار دولارات، والمليار الثاني هنشتري ارض كبيره قوي نبني عليها عمارات ومدينه كبيره اكبر من شبرا. والارض كل مادة سعرها بيزيد وقيمتها بتكبر، وده معناه ان الجنيه بتاعنا هيزيد مش هيقل، وتمن ربع الارض بعد 5 سنين هيبقى قد تمنها كله من 5 سنين. بالظبط يا حاج، بالظبط. اه يا ولاد الجنيه، ما تقولش كده يا ابا، ده احنا ولادك. وتفتكروا الحكومه هتوافق؟ لا اله الا الله، ما توافقش ليه؟ ده احنا هنديها فلوس كتير قوي وهي هتطبع لنا شويه ورق. سامع يا حاج، هيدونا شويه ورق وياخدوا مننا فلوس، ما يوافقوش ليه؟ ضربوا عبط. عشان انتوا كل مادة بتكبروا اكتر واكتر وهي مش عايزاكوا اصلا، يبقى ازاي بقى الحكومة هتوافق انها تكبركوا؟ يابا ابوس ايدك، ما تفول في وشنا. انا مش بفول يا ابني، انا بس بفكر بدماغهم هم مش دماغنا احنا. على كل احنا عندنا كمان يومين ميعاد معاوني بيه خليل رئيس مجلس الشعب، هنعرف الرد. ربنا يسهل. بالهنا والشفا يا حاج. الله يهنيك يا سميح، من يد من اعدمها بنتي. عجبك الشاي؟ مدام سألت السؤال ده بعد العمر الطويل اللي بينا، عجبك الشاي؟ يبقى انت عايزة تقولي حاجة تانية يا سميح. قولي من غير ما تلف ولا تدوري، بصراحة اللف والدوران مش لايقين عليك يا بنتي. بصراحة انا عايزة اكلمك في موضوع منيرة وابنك صلاح. لا حول ولا قوة الا بالله. عايزة تقول ايه يا سميحة؟ ما تزعلش مني يا حاج، دلوقتي انت خدت صلاح من أمه منيرة ووديته عند نعمة مع ابن أخوه، يعني لا منك قعدته معاك ولا منك قعدته مع أمه، وحرام تحرم الواد من أمه وأبوه هما لسه على وش الدنيا. ده انت والله العظيم لو بصيت في عينيه تزعل عليه وتزعل على اللي عملته معاه. أنا ما عملتش معاه حاجة يا بنتي، كله من أمه وعمايلها وجرايرها السودة. وهي عملت ايه بس؟ دي غلبانة والله، إذا كانت بدرية قص المصايب رجعت لجوزها وقاعدة متهنية معاه،
يبقى منيرة يا عيني عليها قاعدة ولا ابن ولا جوز يرضي ربنا ده. منيرة يا عيني عليها، انت عايزة ايه بالظبط يا سميحة؟ ترجع لها ابنها إلهي ما يحرمك من الولاد، وانا اضمنها لك برقبتي واجيبها لك لحد عندك تبوس على دماغك وتحلف على المصحف تمشي على العجين ما تلخبطوش. خلاص لا تجيبها لي ولا اجيبها لك، انا هرجع لها الواد عشان خاطر عينيك انت بس وعلى ضمانتك. ماشي. عارفة ليه بقولك على ضمانتك؟ عشان لو عملت اي دقة نقص تانية مش هتشوف الواد ده طول العمر لو انا عايش ولا حتى بعد ما اموت. ربنا يديك طولة العمر ويسعدك ويكرمك يا رب. انت تؤمرين يا سميحة يا غالية يا بنت الغالي. تعيش يا حاج. طب انا ممكن اسألك اذا كان الشاي عجبك ولا لا؟ الله 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 الله، وبعدها لك يا بنت مش عايشة هتسوق فيها ولا ايه؟ تبقي كده عايزة تقولي حاجة تاني. بصراحة قولي يا سميحة. احمد ماله؟ حاسة كده انه رجع زي الاول ومش عاجبني، مش على بعضه كده، وخايفة يكون عملها تاني واتجوز. طب تفتكري لو كان عملها تاني واتجوز من غير ما يقولك هيجي يقول لنا؟ جايز. طب تفتكري لو جي قال لنا وأمني على سره انا هقولك؟ خلاص بقى، خلاص بقى يا ستي بقى، ربنا يكرمك. انا مش فاهم ايه اللي مزعلك يا هانا، ده انا والله كنت في مصيبة، كنت هرشع في الحيطة. ده انا ما رحت شفت الواد اللي نفسي اشوفه وما اعرفش عنه حاجه، تقوم تزعل مني يا ابويا؟ ده بدل ما تواسيني وتطبطب عليا وتضحك وشي يا واد. ما هو ده اللي مزعلني يا احمد، كان المفروض اني ابقى جنبك في الاوقات دي. انا حاسه زي ما اكون زوجه ترانزيت، محطه بتعدي عليها وانت رايح او انت جاي. مش حاسه اني مراتك زي ام بناتك بتعاملها نفس المعامله، زي ما يكون زوجة مؤقتة. خس عليك يا هالة، ليه بتقولي كده؟ مؤقتة ايه بس؟ عاوزة بالله لا. وبعدين عايز اقولك على حاجة، يعني بمناسبة موضوع محطة، لو افترضنا انك محطة هتبقي احلى محطة في حياتي كلها. كل الحكاية اني مش عايز ادخلك في الشغل وقرف الشغل، حاجات مالكيش فيها يا هالة. مش عايز تدخلني ولا مش مأمن لي؟ خايف تقولي اسرارك، لاني النهاردة مراتك في السر ومين عارف بكره هبقى مراتك ولا لا. ايه دماغك بتروح فين؟ طبعا مراتي، مرات النهارده وبكره وبعده ولاخر العمر كمان. بقول لك ايه، انا عايز انسى كل حاجه الا انك هنا وموجوده. توحشتيني قوي ومش عايزك توحشيني اكتر من كده. وانا بقى عايزه اوحشك اكتر من كده. ايوه بس انا ما اقدرش اعملك. ده معنى ايه يا سعد الباشا؟ ده مالوش الا معنى واحد، إن الحكومة رفضت وبتقول إنكم بتستغلوا الموقف وبتلوا دراعهم. يعني يا إما ياخدوا $2 مليون بسعر البنك، يا إما نبقى بنلوي دراعهم. لا إله إلا الله، مين دلوقتي اللي بيلوي دراع مين يا سعادة الباشا؟ إحنا بنتفاوض مع الحكومة، ما بنفرضش عليها حاجة. ده مش وقت التفاوض يا ريان، وبصراحة كده الحكومة ما عندهاش أي استعداد للتفاوض. يعني إيه يا سعادة الباشا؟ ننفذ اللي بتقوله كده حتى لو كان غلط، حتى لو هيضرنا؟ الضرر إنك تعادي الحكومة، مش انك تنافس اوامرها. وعلى العموم انتوا ادرى مصلحتكم. بس بقى في طلب تاني لازم تنفذوه ومن غير اي تفكير. اعتبره تنفذ سعادتك بمشيئه ربنا. الحكومه عايزاكم تضمنوها برقبتي يا امان. بس في الحكومه عايزه تستورد شحن الذره من امريكا، وطلبوا من الموارد انهم ياجلوا الاعتمادات الماليه لحد الشحنة ما تبقى في البحر، ده لأنهم عندهم نقص في العملة الصعبة. لكن للأسف المورد رفض وقال لهم خلي الريان يضمنكم وأنا أبعت لكم الشحنة. نضمنهم يا فندم، نضمنهم برقبتنا. اللي عند الحكومة ما بيروحش، بس هم يسيبونا في حالنا. ولا عمرهم هيسيبوكوا في حالكم. كبيرة قوي قوي على الحكومة إن حد يروح لهم ويقول لهم خلوا الريان يضمنكوا. طب وإحنا ذنبنا إيه يا حاج؟ ذنبكوا إن أنتوا كبرتوا زيادة عن اللزوم. الناس كلها دلوقتي بتاكل من عندكم وبتتسيغ من عندكم وبتودع عيالها في الحضانات اللي أنتوا عملتوها وبيسكنوا في العماير اللي بنتوها. وعن قريب إن شاء الله هيركبوا اتوبيساتكم ومواصلاتكم. سبتوا ايه بقى للحكومه عشان تتحكم فيه؟ كده بقى ما فضلناش غير انها تتحكم فينا.
ولا يا حاج فتحي؟ حاج فتحي، حاج فتحي. ايوه ده ايه؟ وايوه على ايه؟ غير يا فتحي، انت مش معانا ولا ايه يا ابني؟ لا معاكم. معانا فين بس؟ وهو انت كده بتغرز اكتر واكتر في المدعوء اللي انت بتقعد تبلبعه ده. اه انا تعبان اوي، انا هقوم اروح، بس مش قادر اصلب طولي. هتصلب طولك ازاي يا فتحي؟ مش وقت هابط، بقول لك تعبان، انا هروح هابط كويس. فتحي حاسب يا ابني. حاسب لا حول ولا قوة الا بالله. انا كويس، انا كويس خلاص. ماشي خليك معاه يا احمد مزبوط. هو كويس، هو كويس. ايه اللي احنا فيه ده؟ بيتك يا رب. وبعدين يا احمد، احنا هنسيب اخوك كده برضه؟ والله يابا انا ما عارف اعمل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه مش عارف تعمل ايه؟ نعالجه، نسفره بره تاني، اقول لك نجيب له دكاتره من بره، نوديه اي مصحه هنا من غير ما حد يعرف، ولا من شهف ولا من دري. يابا هو لازم يكون عايز يتعالج. عايز ولا مش عايز، احنا نعالجه غصب عن عينه وعن عين ابوك كمان. شوف يا حاج، احنا قدامنا اربع اسابيع على الاقل وشحنه الذره الصفراء توصل. كويس قوي، ادي مواعيد التجار بعد شهر ونص يا حاج. ماشي يا حاج محمد. وبالنسبه للاتوبيسات، أول شحنة جاية إن شاء الله الأسبوع الجاي. وشوف يا حاج، إحنا دفعنا تمنها بالكامل وحسب الاتفاق. حلو قوي، على البركة إن شاء الله. يبقى يطلعوا على جراشات المحافظة عدل لحد ما ناخد التصريح النهائية بتاعتهم. دول 200 أوتوبيس، بدل ما ناخدهم ونرجعهم تاني، مش أوتوبيس ولا اتنين. ماشي يا حبشي، بس بشرط تستلمهم أوتوبيس أوتوبيس وبنفسك، وتسلمهم برضو بنفسك اوتوبيس اوتوبيس يا حبش. يبقى كده حاج بقى، انا هاخد معايا مندوب من المحافظه عشان انا استلم واسلمه على طول في نفس اللحظه. عفارم عليك يا ابو الحبايش يا جامد. ربنا يخليك يا حاج محمد. من فضلك انا طمعان في اوتوبيس استعمال شخصي ليا، انت عارف اوراقي كترت اليومين دول. ماشي يا حبش، خد اوتوبيس. اصحى يا دكتور، اصحى، شوف المصيبه اللي انت عملتها. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. ايه يا ستي خير؟ اتفضل شوف بنفسك. لا قوة إلا بالله. إيه؟ لا 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 لا، دي كدابة كدابة. والمؤخر مليون جنيه، والفيلا بتاعت مصر الجديدة كذب برضو يا ستي كذب. لا إله إلا الله، بقولك كله كذب. وفوازير رمضان اللي كنت بتطلع فيها معاها كل يوم ده كمان كذب. يا حبيبة قلبي، دي صحافة، دول شوية صحفيين بياخدوا حتة كده من الحقيقة ويعملوا حواليها حاجات كتير أوي مش حقيقة. مش مصدقك يا حاج، مش مصدقك. طيب طيب خلاص خلاص، أنا هثبت لك دلوقتي إن كلامي هو الحقيقة. رايح هتصدقش ولا رايد؟ أنا يا ستي هنزل لك تكذيب للخبر بنفس الجريدة دي. لا، لو عرف المعلومات دي من مأذون وعرفوا يوصلوا له كده، يقدروا ممكن يوصلوا لأي حاجة بسهولة كده. بقى مخترق يا هال.